والله بص يعني الصور اللي شفناها برضو حاجه تفرح جدا، يعني انجازات سابقه قبل كده لينا برضو لنجومنا ولابطالنا من لعيبه بقى يعني منتخب مصر السابقين. حابين النهارده برضو يعني نشاركهم الفرحه، واحنا كمان برضو يعني نشارك لاعبتنا لمنتخب مصر، يعني الكابتن الكبير الكابتن حسن يسري نجم منتخب مصر السابق. ايه يا كابتن، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله الف تمام. يوم مبروك. طبعا مبروك لينا ومبروك لكل الشعب المصري ومبروك لمنتخب مصر واتحاد مصر لكرة اليد. واكيد طبعا كمان يعني بنبارك الكابتن محمد ابراهيم نجمنا ونجم النادي الاهلي. ازيك يا كابتن؟ الله، ازيك الاخبار؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طبعا يعني احنا مش النهارده مش حابب اهلي وزمالك، بس هو ايه يعني الامر الواقع، بنقول ان النهارده منتخب مصر. اكيد طبعا. الحمد لله. طبعا يا كابتن يعني الف مليون مبروك لنا جميعا الحمد لله على تتويج منتخب مصر النهارده البطوله الثامنه. ابدا بكابتن حسن، يعني قول لي النهارده تابعت النهائي ازاي؟ طبعا بما اني لاعب كره يد سابق، البطوله الحمد لله رب العالمين من اول البطوله وانا عندي ثقه ويقين ان شاء الله منتخب مصر هيحصل على البطوله، لان احنا في المستوى بعيد عن كل افريقيا. احنا دلوقتي لما بنيجي نقارن منتخب مصر بنقارنه مع المنتخبات العالميه الكبيره كمان، مش اي منتخبات، بكاس عالم في مصر كنا رابع، واولمبيات الاخيره كنا رابع. فمنتخب مصر ولعيبه منتخب مصر دلوقتي حتى المحترفين بره، الناس كلها بتلعب في انديه ترتيباتها مصنفه عالميا. عندك اللعيبه حتى بتوعك بتوع منتخب مصر دلوقتي مصنفين عالميا. الحمد ما شفنا لله. علي زين في برشلونه، شفنا يحيى خالد النهارده احسن تاني او تالت باك رايت على مستوى العالم، شفنا سند بياخد تاني هداف في الدوري الفرنسي ب 223 جون اعتقد. فاللعيبه بتاعتك الكواليتي بتاعها عالي قوي، فبعاد عن افريقيا. فاحنا كلعيبه يد سابقين يعني كنا الحمد لله عارفين ان البطوله هتبقى في مصر، لكن كان لازم كمان الشعب يشوف ده والناس مهم تتبسط جدا. بده واللعيبه تبتدي تظهر ده، لان المصريين محتاجين يفرحوا. والحمد لله ان منتخب اليد سبب في فرحه الشعب الحمد لله. المصري الحمد لله. كابتن محمد، يمكن النهارده فعلا الشعب المصري كله كان مستني ان المنتخب ده بالذات يفرح. المنتخب ده قدم كتير جدا الفترات اللي فاتت، ودايما بيحاول يعني يقدم كل حاجه عنده، وفي الاخر برضه يمكن حظه ما كانش يعني بيتوج. يمكن احنا شفنا في الاولمبياد احنا كنا نستحق ان احنا ناخد المركز الثالث، بس ما حصلش نصيب الحمد لله يعني برضه، وعدينا منها. في بطوله العالم نفس الكلام برضه اللي كانت في مصر هنا، احنا يعني ادينا اداء رائع جدا وكبير الحمد لله، بس برضه ما حصلش ان احنا اخدنا مركز. شفت النهارده النهائي ده يعني فعلا ده يعني يعتبر تتويج للعيبه بشكل كامل، ولا لسه في المزيد بقى الفترات اللي جايه؟ لا والله زي ما حضرتك قلت، هو دايما اي انجاز كبير لازم بيقابليه حبه اخفاقات، او مش اخفاقات، بيبقى بالتدريج. يعني انا ممكن يكون حالفني الحظ غير كابتن حسن، انا لحقت الجيل القديم كابتن حسن وكابتن هاني فخراني وحسين زكي وكابتن حماده النقيب والروبي، وفي نفس الوقت لحقت الجيل برضو الحالي. الجيل تمام. الحالي ده بيتم اعداده من 2015 من كاس عالم في قطر 2015، نفس المجموعه دي. يعني المجموعه دي هي المجموعه اللي كانت معانا في 2015، بس كانت لعيبه لسه صغيره. فالجيل ده او النتائج اللي حصل دلوقتي ده حصاد خمس او ست سنين فاتوا بالتتابع مجالس الادارات والمديرين الفنيين، فهو ده وقت الحصاد. حصل زي ما حضرتك قلت ان بنبقى قاب قوسين او ادنى ان احنا بنعمل انجاز كبير، لكن ما بيحصلش. لكن هي الرياضه علمتنا كده، يعني كابتن حسن يعرف ده وانا اعرف ده، ان دايما قبل ما بتعمل انجاز لازم بيحصل لك قبل الانجاز ده اخفاقات، او بتبقى خلاص هتوصل ما بتوصلش. ده مع الفرق الكبيره ومع الفرق المنظمه او اللي عارفه هي بتعمل ايه وعندها بلان عايز توصل لها، بتتعلم من اخطائها وبتتعلم ثقافه اللعب في الفاينلز او النهائيات، ثقافه اللعب تحت الضغوط. فمره في مره في مره انا يعني اتوقع ان شاء الله كاس العالم الجاي ده ان شاء الله هنشوف حاجه كويسه، خصوصا ان احنا نحقق مركز ان شاء الله. ان شاء الله، خصوصا ان احنا قرعتنا كويسه، ان احنا بطل افريقيا اتحط على مجموعه فيها كرواتيا ومعانا المغرب وامريكا، مجموعه في المتناول جدا ان شاء الله. هنخش نلعب المجموعه الثانيه اللي فيها تونس وبلجيكا يعني في مجموعه ان شاء الله في المتناول. فانا شايف ان شاء الله ان احنا حتى طريقنا في كاس العالم ان شاء الله الدنيا كويسة، وأتمنى فيها برضه البحرين والدنمارك معانا. دي يمكن المجموعة بتاعتنا اللي فاتت دي، ودي الدنمارك وبلجيكا والبحرين وتونس. يعني شايف فرصتنا إن شاء الله إن احنا ممكن نتوج يعني في بطولة العالم، يعني قريبة مش بعيدة. أي إنجاز بيبدأ بالحلم، فطول ما أنت عندك حلم وباصص له هتوصل له إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن حسن قول لي كده، يعني
تقييمك للمنتخب بتاعنا من بدايه المشوار من بطوله العالم. الظروف كانت صعبه جدا، كورونا، الدنيا ما كانتش يعني متظبطه على اكمل وجه بالنسبه للرياضه في العالم كله، واحنا الحمد لله ظهرنا بشكل رائع جدا وكمان اكتر من رائع. ده بيرجع لايه؟ هل بيرجع للمدير الفني بس ولا ليها عوامل اخرى؟ لا طبعا، المنظومه ككل والدوله على راس المنظومه. يعني النهارده انت كدوله مصريه عشان تاخد القرار بتاع ان انت تلعب بطوله في وسط ما العالم كله قافل، ده قرار مش سهل. ده كان على شكل التنظيمي او طبعاً من الجانب طبعاً التنظيمي. طبعا على فكره كان الجانب الفني يعني. بطوله كاس العالم اللي كانت في مصر شجعت العالم كله انه يرجع يلعب رياضه تاني. بالزبط. لان انت عارف الرياضه وحجم استثمار الرياضه في العالم عامله ازاي. تمام. فالنهارده ان مصر لعبت وطلعت موضوع الفقاعه والناس ابتدت، يعني انا شايف ان مصر علمت العالم ان ازاي تعمل بطوله في وسط الاجواء دي، والحمد لله رب العالمين. هي كانت النافذه تعتبر بالنسبه للعالم كله يعني لعوده الرياضه العالميه مره اخرى. طبعا طبعا بشكل طبعا يعني. ده محسوب طبعا للقياده السياسيه من اول رئيس الجمهوريه لرئيس الوزراء وزير الشباب والرياضه. تمام. دعموا الموضوع وابتدينا واشتغلنا، وعشان انت عارف يعني ايه عشان تقدر توفر كل لعيب في غرفه. صح. في 32 فرقه انت جايبه في كاس العالم، انت بتتكلم في عدد ومصاريف مش طبيعي. الدوله وفرت كل ده، قدرنا نلعب، قدرنا نطلع بشكل كويس جدا جدا جدا. انا شايف زي ما محمد قال الجيل ده بيعدي من 2015، بس انا شايف ان الجيل ده من اعظم الاجيال اللي جت في تاريخ كره اليد. فانا ان شاء الله اتمنى ان الجيل ده زي ما هو جيل قوي جدا يقدر يعمل بصمه بميداليه باذن يعني الله. احنا التاريخ بيذكر جيل 2001 كان جيل عظيم وكان جيل كبير جدا وجيل فيه نجوم كبار، مش هنقول حد عشان ما ننساش اسم حد، لكن في الاول وفي الاخر الجيل ده احسن حاجه عملها هو كان رابع عالم، كان برضه نفس الجيل مفروض يحصل على ميداليه يتذكر اسمه في التاريخ. جيل 2001، جيل 2003، جيل وات ايفر السنه، خدوا ميداليه لمصر في اولمبياد او في كاس عالم. اتمنى ان الجيل ده لان هو يستحق يحصل على ميداليه، يحصل على ميداليه في كاس عالم اللي جاي او في الاولمبياد، لان انتوا تستاهلوا. احنا زي ما برضو في بدايه الكلام قلت ان احنا عندنا لعيبه مصنفين عالميا. طالما مصنفين عالميا يبقى لازم كمان يحصلوا على حاجه عالميه كبيره هم يستحقوها، وهي حاجه كويسه طبعا لمنتخب مصر. معانا بقى اخطبوط حراسه المرمى طبعا الكابتن كريم هنداوي. يا كابتن هنداوي مبروك. شعرك فيك. اخبارك ايه؟ الف مليون مبروك ليك طبعا وكل زمايلك. اهلا بيك، ربنا يخليك. الله يبارك فيك. معانا في الاستوديو الكابتن حسن يسري والكابتن محمد ابراهيم بيباركوا لك برضه. الله يبارك فيك، ربنا يخليك كابتن حسن حبيبك محمد. قول لي يا كابتن، يعني النهارده احساسك ايه واحنا يعني الحمد لله كده احرزنا اللقب الثامن في مشوارنا الافريقي، وكمان برضه انت كان ليك عامل كبير جدا في المباراه النهارده، يعني حولت اكتر من هجمه علينا يعني بدل ما تبقى اهداف فينا لان انت كمان تجيب اهداف الحمد لله، يعني بشكل كان واضح جدا في اكتر من هجمه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طبعا اولا بشكر طبعا الحمد لله ربنا فضل نعمه كبيره، الحمد لله احنا كسبنا الحمد لله، بطوله كانت مهمه. انا كنت سامع كابتن حسن بيتكلم ان فعلا اعتقد ان لازم الجيل يعني يحاول يحقق حاجه اكبر من كده كمان ان شاء الله في يعني في النطاق العالمي، وده اللي احنا ان شاء الله بنطمح له باذن الله. طبعا يا كابتن يعني بنبارك لك وكمان اسعدتونا بشكل كبير جدا والمصريين كلهم بجد يعني بيباركوا لكم، بيقول لكم انتوا كنتوا رجاله وبجد النهارده يعني في شعور كده احنا كنا نفسنا من فتره نقول لكم عليه، مش بس من خلال بطوله افريقيا، لا والله من بطوله العالم اللي فاتت، يعني تستاهلوا اكتر من كده بكتير جدا. قول لي النهارده المباراه كانت بالنسبه لكم سهله شويه ولا كان برضو ليها اهتمامها وضعها بالنسبه للراس الاخضر؟ لا هو بالنسبه للماتش احنا اصلا كنا، ما هو ده اللي احنا الحمد لله حققناه في الماتش، هو ده اللي احنا كنا عايزينه الماتش، ان احنا ما ندخلش فريق الراس الاخضر في الماتش. تمام. فرقه محترمه جدا، فرقه كويسه، فرقه عندها لعيبه بتلعب في انديه كتير جدا في اوروبا، كلهم اصلا اعتقد بيلعبوا في اوروبا، بيلعبوا في انديه كويسه ولعيبه اصلا كويسه، يعني كواليتي لعيبه كويسه جدا، وده اللي احنا الحمد لله عملنا عليه، يعني ان احنا ما ندخلهمش في الماتش، و لان هم لو كنا دخلناهم في الماتش من الاول اعتقد كان الموضوع هيبقى اصعب من كده بكتير. وده اللي احنا كنا متفقين عليه يعني، والحمد لله هو احنا حققناه. الحمد لله. قول لي من بعد بطوله العاب البحر المتوسط احد يعني مركز ثاني طبعا حاجه كويسه جدا، لكن احنا كنا قريبين جدا من المركز الاول، يعني
شايف ده ازاي برضو؟ انتوا عرفتوا ازاي تطلعوا من البطوله دي يعني، وشعوركم ان انتوا رايحين للمركز الاول لبطوله افريقيا ومركزين جدا، دخلنا على ماتشات قويه، الكاميرون، الجزائر، تونس، واخيرا كان الراس الاخضر، يعني ازاي يعني بتطلعوا من كل مباراه ومن كل بطوله، بتستعدوا ازاي ليها نفسيا؟ وبرضو عايز اعرف الكواليس برضو مع المدير الفني معاكم بتبقى عامله ازاي؟ اولا يعني بطوله اصلا يعني اصلا توقيت البطوله دي او البحر المتوسط توقيت صعب جدا جدا بالنسبه للعيبه. احنا فعلا بقى لنا حوالي سنتين واضمين موسمين مع بعض ما خدناش اجازه فعلا. كان صعب جدا ان احنا نحاول عامه نتعافى من الدوري الاول وبعد كده نتعافى من البحر المتوسط. البحر المتوسط بالنسبه لنا كانت بطوله، احنا كنا اول حاجه كنا اكيد كنا رايحين نكسب، لكن هي سجلت في الاخر لبطوله افريقيا. لكن يعني احنا زي ما بقول يعني ان على طول ان احنا لو ما لعبناش 100% ما حضرناش لاي فرقه 100% وكنا موفقين وكنا مركزين وارد جدا نخسر، لان احنا بنلعب هاند بول. هاند بول الموضوع لازم تديله، مش مثلا كوره فانت هتجيب جون، لا هو الموضوع 60 دقيقه لازم تفضل محافظ على تركيزك. لعبت فريق كويس في النهائي في اسبانيا، لكن انت طبعا احسن، لكن ما حصل ظروف ماتش وحصل حاجات يعني في ارادتك وخارج عن ارادتك، لكن في الاخر خسرت. المركز الثاني يعني حاجه مش عايز اقول يعني مش نجاح، لكن في نفس الوقت احنا الحمد لله مكملين، وطبيعي ان انت بيجي لك مطبات في وسط طريقك، وده اللي احنا الحمد لله اتكلمنا فيه. ان اهم حاجه بطوله افريقيا، واحنا اصلا كنا رايحين بحر متوسط عشان خاطر بطوله افريقيا، وده الحمد لله اللي احنا عايزين نرجعه تاني للعيبه. زي ما بقول لحضرتك البطوله وقتها صعب جدا جدا جدا، صح؟ يعني معظم اللعيبه اللي مسافره ان شاء الله هيقعدوا يومين ثلاثه وهيسافروا على طول، مضغوطه جدا. فطبعا فعلا ربنا يكون في عونهم، والحمد لله ان احنا عرفنا ان الحمد لله نطلع من البحر المتوسط، لان احنا كنا شويه متضايقين، لكن يعني الحمد لله يعني في وعي شويه ان البطوله يعني المركز الثاني مش هو ده اللي احنا كنا بنطمحله، لكن في الاخر برضه حاجه كويسه للكره السياسيه انت على طول تبقى في المكان ده، لكن مش عايزين نحمل الناس فوق طاقتها او اللعيبه فوق طاقتها، على طول لازم مش عايز، احنا بنحاول نعمل اللي علينا، والنتيجه ان شاء الله تكون دايما ان شاء الله خير يعني. تستاهلوا يا كابتن اكتر من كده بكتير جدا. قول لي على تواجد الجماهير بقى، سواء كانت الجماهير المصريه هنا من خلال البطوله، وبرده يعني الجماهير الجزائريه هناك بقى يعني في البحر المتوسط، برده كان ليها عامل كبير جدا لينا برده احنا كمان كاشقاء يعني. يعني بصراحه جماهير الجزائر كانت حاجه بالنسبه لنا يعني مفاجاه كبيره جدا جدا، كانوا مشجعين في كل الماتشات، كانوا بيجوا لنا كل الماتشات، ماتش الساعه 9 الصبح 10 الصبح، فطبعا انا بشكرهم جدا جدا على دعمهم ده، والحمد لله النهارده برده الجمهور المصري مثال طبعا حاجه جميله جدا وشكل رائع يعني. الحمد لله الحمد لله ان احنا قدرنا نساعدهم ونبسطهم ونروحهم فرحانين يعني، الحمد لله دي اهم حاجه. مبروك يا كابتن طبعا، الف مليون مبروك ليك يا كابتن. حد يعني لو عايز يوجه سؤال للكابتن انداوي يعني اتفضل، او تبارك له على طول. انا اقول له طبعا الف مبروك يا كريم، تستاهل انت والمجموعه ما شاء الله عليكم، وان شاء الله في الزياده على طول، وزي ما انت قلت انتوا منتخب اليد بيكو بتقدروا تسعدوا الشعب المصري، فنتمنى ده على طول منكم ان شاء الله يا كريم، والف مبروك ليك ولزمايلك. ربنا يخليك كابتن حسن، ويعني يعني كابتن حسن اخويا الكبير وكابتني، وكابتن حمد الغريب برضه اخويا الكبير وكابتني، ويعني ليا علاقه شخصيه كبيره جدا ما بينهم يعني، فعلا هم اخواتي، ومبسوط جدا ان انا كنت معاكم في المداخله يعني. الف مبروك يا شيخ العرب. حبيبي يا ايمن، شكرا جدا طبعا. اتفضل. شكرا جدا يا كابتن طبعا ليك، ونورتنا جدا يا كابتن هنداوي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا جدا ليك، والف مليون مبروك طبعا لتاني مره. شكرا جدا يا كابتن. حاجه حلوه، بس ايه موضوع شيخ العرب ده؟ لا انا دايما بقولها له، بقول له ليفربول عندهم فخر العرب واحنا عندنا شيخ العرب. هو كل الالقاب طلعت على هنداوي ما شاء الله يعني، كلها القاب كبيره يعني ومحترمه يعني. لا هنداوي بس النهارده عامل شغل حلو قوي، من شخصيات كمان يعني بره الملعب شخصيه جميله، انسان مؤدب ومحترم ومتواضع يعني، انسان جميل على مستوى الشخص يعني، اخلاق وتدين حاجه جميله يعني، محترمه جدا يعني. دي كان يعني عامل كبير جدا النهارده برده في اكتر من هجمه، ان هي كانت هجمه يعني رايحه علينا باهداف هو يصدها وهو يجيب منها الاهداف يعني، فاهم احساسكم ايه وانتوا لعيبه وهو حارس مرمى برضه؟ بقى هنا الموضوع شبيه شويه لكره القدم ولا مختلف؟ لا هو حارس الهاندبول سهل يجيب جول. في هجمات بيبقى مثلا فرقه ناقصه دقيقتين فبتلعب من غير حارس، فالجول لو صد الكوره
جت جنبه يعني ممكن يحطها جول جون، لكن بعتقد ان حارس كره القدم صعب، غير بقى بيبقى في اخر الوقت غير الحضري بس، يعني الحضري بس الاسطوره برضه عملها في حته ثانيه لوحده يعني. بس لكن هنداوي طبعا زي ما ابراهيم قال، كلنا كلعيبه كره يد لعبنا معاه او اللي بيلعبوا معاه دلوقتي او اللي يعرفوه، لا كريم شخصيه ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه تاتش وود يعني. تتمنى ان انت يبقى عندك صديق او اخ او ابن بنفس اخلاق كريم هنداوي يعني، ما شاء الله عليه. طيب كابتن محمد قول لي كده، يعني من خلال بقى مشوارنا في البطوله ومجموعتنا او الماتشات اللي احنا لعبناها في البدايه خالص، كنت قلقان من بدايه المباريات من الكاميرون، بعد كده برضو الماتشات اللي بعديها، وكنت شايفها ازاي؟ يعني هل كنت شايف ان احنا ممكن نتخطى المباريات دي بمنتهى البساطه والسهوله، ولا كان المشوار برضو صعب شويه لحد ما بالنسبه لمنتخبنا، مع ان احنا فارقين قوي يعني بشكل كبير جدا في النتائج، يمكن ضعف السكور لكل فريق يعني او لكل منتخب. هو زي ما كابتن حسن قال في الاول، احنا يعني انا من وجهه نظري حاليا احنا منتخبنا في حته ثانيه، وبالاضافه لان منتخبات شمال افريقيا اللي هي دايما كانت منافسه لينا حاليا حصل لها دروب. يعني بنتكلم على منتخب تونس بقاله سنتين مش في المستوى خالص، الجزائر بعدت بقالها فتره، المغرب نفس الموضوع. فيعني الاثنين مع بعض، ان انت حاليا انت عالي جدا ما شاء الله، عندك لعيبه مصنفه عالميا، وانت منتخبك حاليا مصنف عالميا، وكمان الفرق المنافسه ليك في القاره يعني مش في احسن حالاتها، بلاش نقول ان هم مش كويسين بس مش في احسن حالاتها. فطبعا لا بصراحه ما كانش عندي اي تخوف، بالعكس احنا على الورق اتقل بكتير من كل المنتخبات الموجوده، لكن في الاول وفي الاخر دي رياضه، انت لازم تحترم، تنزل تحترم كل فريق وتدي له وضعه عشان الماتش يمشي بسيط. لكن لو انت نزلت حط في دماغك ان انا اجمد، ان انا كويس، ان انا كده كده فارق وفي رعونه في الاداء، هتلاقي ان الماتش بيقرب والدنيا مش زي ما انت متخيل يعني. ومفيش حاجه متوقعه، وبالاخص كمان النهارده شفنا ده في الفاينل، يعني الراس الاخضر يمكن احنا دي اول مره يبقى فيه فريق افريقي صرف يعني بنلعبه في النهائي، غير تونس او الجزائر متهيألي كمنتخب مصر يعني كابتن حسن. والله طبعا ومعاه كمان الكونغو برضه قدمت اداء كويس برضه في افريقيا، ابتدت تتجه دلوقتي. منتخب انجولا لما كان كويس اربع خمس سنين اللي فاتوا كان طلع من عنده حوالي خمس ست لعيبه لعبوا في البرتغال. النهارده برضو نفس الفكره، فرقه الراس الاخضر فيها ثلاث اربع لعيبه بيلعبوا في البرتغال، وفيها حوالي اثنين ثلاثه لعيبه بيلعبوا في الدوري الاسباني في انديه درجه ثانيه، طبيعي ان مستواهم يبقى كويس. لكن انا شايفها بصراحه هي مفاجاه ان النهارده الراس الاخضر هي بتشترك في بطوله افريقيا، دي ثاني بطوله اعتقد، ثاني بطوله النهارده في ثاني بطوله بيلعب النهائي وبياخد ثاني افريقيا وبيؤهل لكاس عالم، في فرق كتير تاني مره على التوالي. في فرق كتير كسب تونس يعني برضه من المنتخبات القويه جدا. مين؟ برضه تونس. طبعا 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 تونس مصر وتونس في الهاندبول ده بقاله سنين. لكن زي ما محمد قال دلوقتي المنتخب التونسي عنده شويه يعني بيظبطوا اوراقهم، لكن في نفس الوقت منتخب مصر بعيد جدا 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 بلعبته. لكن دي الرياضه، ادينا شفنا النهارده فرقه زي الراس الاخضر اشتغلت على نفسها وابتدت تطور من نفسها، واعتقد ان انت هتشوفها الفتره الجايه احسن، لان اللعيبه دي كل ما بتلعب بره كل ما بتزداد تقل. هو في منهم محترفين في البرتغال؟ في البرتغال وفي الدوري الاسباني، بس في جزء في فرنسا وجزء في رومانيا وبرتغال. هم القوام بتاع الفرقه 20، في اثنين بس بيلعبوا في الراس الاخضر، باقيين رومانيا، فرنسا، اسبانيا، البرتغال. يعني احنا نستمر على تجربه الاحتراف بالنسبه لنا طبعا. بشكل يعني ده اللي هو الانسب لينا، وكمان ده اللي هيخلي منتخب مصر الفتره اللي جايه برضو لكره اليد ان هو في مكانته يعني في افريقيا ان شاء الله يعني يبقى محافظ عليها، وننافس برضو في بطوله العالم والاولمبياد، ده مهم بالزبط. جدا لينا يعني بالزبط. طيب كابتن محمد قول لي كده، يعني وجهه نظرك في المدير الفني المصري باراندو، يعني الراجل ده عفوا الاسباني، المدير الفني لمنتخب مصر الاسباني باراندو، قول لي يعني شايفه ازاي؟ كمان برضو احنا الفترة اللي فاتت كان في كلام عن تغييره، ان ممكن يكمل ما يكملش، بعد كده رجع قال لا هكمل ان شاء الله، وبعد كده برضو متواجد مع الفريق الالماني. يعني وجهة نظرك مع المديرين الفنيين الاجانب بالنسبة لمنتخب مصر وبالاخص باراندو؟ لا هو طبعا لو هنتكلم على باراندو كمدرب، هو مدرب عالمي، هو من مصنف عالميا ان هو ممكن يكون من احسن ثلاث مدربين حاليا في العالم. احنا جايبين مدرب بطل اوروبا، يعني حضرتك كانك بتتكلم مثلا في الكوره مثلا عشان ابسطها للناس، اكنك جايب بيدرب منتخب مصر يورجن كلوب او جوارديولا، يعني حاجه في نفس الليفل ده بالظبط. يعني انت جايب احسن من احسن مدربين في العالم، لو بنتكلم في ثلاثه اربعه في العالم جامدين، هو واحد منهم. واحد كان السنه اللي فاتت مرشح ان ياخد جائزه احسن مدرب في اوروبا، فانت بتتكلم انه انت جايب حد جامد جدا. حاليا تجربه انه يبقى ماسك منتخب ونادي في نفس الوقت،
هي ده اللي حصل اللغط في بدايه لما مسك ميتسونجن. هي فرقه في الدوري الالماني، هي دي اللي حصل فيها لغط، هل هيكمل هل مش هيكمل. والاخبار اللي طلعت ساعتها ان الاتحاد بيجرب او عامل زي الفتره اللي فاتت الست شهور اللي فاتوا، ان هي تجربه، بيشوفوا التجربه هل هتنجح ولا مش تنجح، لان الاتحاد في الكونسيبت بتاعه انه عايز حد متفرغ. فكان الاتفاق بين باروندو وبين الاتحاد المصري ان دي زي هناخد بطوله افريقيا او المرحله اللي فاتت دي، ان هي مرحله تجربه، وبعد كده نقيس التجربه، هل التجربه نجحت نكمل على كده، ان جارابايا يبقى هو المتواجد بصفه دايما اللي هو المساعد بتاعه باروندو، مساعد باروندو، في معاه مساعد اسباني تاني اسمه جارابايا، هل هنكمل على نفس الطريقه دي ولا هل لا احنا عايزينك متفرغ، فهل ده هنوصل لتسويه ان انت تسيب ناديك مثلا وتكمل معانا، او يحصل مثلا تراضي ويتعاقد مع مدرب اسباني تاني. اظن ان الاتحاد هيعيد النظر في التجربه وهيدرس الموضوع كويس، وهيبقى اكيد في قعده مع باروندو بعد البطوله بحيث ان هم يوصلوا لحل امثل يعني يخدم مصلحه منتخبنا. يعني كابتن حسن قول لي، شايف تجربه باروندو نجحت بشكل كبير اكيد يعني طبعا. خلال الست شهور اللي فاتوا او لحد النهارده يعني؟ بص اقول لحضرتك حاجه، هو باروندو من ساعه ما دخل مصر انا شايف ان التجربه ناجحه، لان زي ما محمد قال ان هو راجل مصنف عالميا. لكن انا بحكم ان انا لعبت منتخب مصر، انت دلوقتي عندك مجموعه محترفين بره وفي مجموعه بتلعب في الدوري المحلي. المجموعه اللي بتلعب في الدوري المحلي مش بنفس الاداء ولا القوه اللي بيلعب بره. فاذا اللي بيعوض ده ايه؟ وجود مدرب المنتخب جوه مصر. ليه؟ منتخب مصر طول عمره هو بيتعامل على انه تيم، فرقه. يعني ايه فرقه؟ يعني المدرب متواجد والفرقه طول السنه ليها 3 ايام في الاسبوع، يومين في الاسبوع، ده بلس البطولات لما بتيجي تلعب في الدوري او كلام من ده. فانا شايف ان باروندو لما بعد شويه عن المنتخب انا شايف ان هي ليها نتيجه، مش فيها سلبيات. فيها سلبيات طبعا. تاني حاجه انا بتكلم على باروندو، باروندو اول ما جه مصر كان عنده هدف وكان عنده تارجت وكان شغال زي ما بيقولوا كده ايه 100% لمصلحه المنتخب المصري. النهارده هو الهدف اختلف، هو في نادي والنادي هناك في المانيا عايزين يعملوا حاجه قويه جدا، ونادي قوي وبيصرف كويس، فهو عايز يجرب تجربه نجاح تانية في مكان تاني. هو نجح مع المنتخب المصري اكيد ان هو وصل لرابع عالم، بس مش في فارق بالنسبه للتتويجات او بالنسبه للالقاب الدوليه تمام بالنسبه لاي مدرب، وبالنسبه برضو لبطولات محليه الى حد ما، او أقول ممكن لحضرتك برضو حاجة. فيها برضو مشاركات يعني تمام. مختلفه اوروبيه او خلافه. باروندو يعني على المستوى الدولي نجح مع فردار ان هو بطل اوروبا. باروندو على المستوى الدولي نجح مع منتخب مصر انه وصل بمنتخب مصر لمرحله او لنقطه تمام. يعني خض العالم كله. النهارده هو باروندو ما اشتغلش في انديه. فاهمني؟ يعني فردار خد معاه بطوله اوروبا، هو النهارده في الدوري الالماني، الدوري الالماني دوري رقم واحد على مستوى العالم. شايف الدوري الانجليزي في الكوره حاجه يحلم بقى يا مدرب. اللي انا عايز اقوله، اللي انا عايز اقوله بقى ايه؟ ان انت النهارده الدوري الالماني ده انت بتلعب متوسطك 20 25 مباراه اثناء الموسم كلهم فاينل هاي ليفل، ماتشات بتخلص، فالمدرب هنا برضو مش قليل. فانا شايف ان هو هيبقى متواجد في الاثنين، لازم هياثر على منتخب مصر، لان معلش مع احترامي انا كلاعب الراجل الاول اللي معايا موجود في كل تمرينه انا موجود فيها ومتابعته ليا بالظبط وكلامه معايا وتعديلاته الفنيه ليا غير الراجل التاني. الراجل التاني طول عمره هو حفظهم خلاص وعرف كل واحد اللي انا اقصده فيهم الراجل بشكل التاني كبير في في عموما في البطولات في الانديه او في المنتخبات بيبقى دوره ان هو يلم التيم شويه، فبيبقى فريندلي مع اللعيبه. فريندلي مع اللعيبه دي انا مش هديك اثناء التمرين ال 100% لان في الاول وفي الاخر احنا اصحاب، لكن طول ما الراجل الاول موجود لا انت مطالب، لان خلي بالك بقى انت وراك واحد واثنين. فانت يوم ما يحصل منك ان انت بتريح شويه الراجل الاولاني بيروح مطلع واحد فيك، لكن عكس ما هو هيبقى متابع بالتليفون او او او. انا دي وجهه نظري، لكن في الاول وفي الاخر في الاتحاد المصري لكره اليد هم احسن ناس بيديروا يعني احسن ناس طلعوا قرارات يديروا بيها مصلحه كره اليد المصريه. فهنشوف زي ما ابراهيم قال القرار اللي هم هياخدوه بعد البطوله ايه. يعني تتمنى ان باروندو يكمل مع المنتخب المصري، وده شايف الانسب لينا يعني يكمل بس يعني متفرغ للمنتخب، متفرغ للمنتخب بدون يعني بالظبط تدريب الفريق الاخر بالمانيا. طيب لو افترضنا يعني يا كابتن محمد ان هو مش هيكمل وان شاء الله يكمل باذن الله، هل احنا ممكن يعني عندنا في تجربه مع منتخب مع مدرب مصري ولا لا يبقى برضه نعيد التجربه مره اخرى مع مدير فني اجنبي؟ والله بص اقول لحضرتك حاجه، علشان نعمل تجربه زي دي وجهه نظري انا، لو انت هتجيب يعني كان باروندو موجود كان لازم يبقى في مدرب مصري موازي معاه.
للاسف ده ما حصلش بشكل او باخر. يعني ايه اسبابه انا ما اعرفش، انا مش انفولفد قوي في القصه دي. ف يعني زي ما تقول ايه، عشان يشرب الشغل يبقى شاف جوه المنتخب، حسه شافه، عرف مين وقت الجد بيشيل، مين وقت الجد مش موجود، مين تقدر تعتمد عليه، مين ما تقدرش تعتمد عليه. هي دايما كده، عشان تشيل واحد مسؤوليه كبيره لازم يبقى هو كان في الكواليس او في الظل مع حد جامد او حد كبير، شرب منه الصنعه زي ما بيقولوا، عرف كيف تدار الامور. لان الشغلانه بتاعت المدير الفني هي مش تدريب، هي مدير. ازاي يدير منظومه كبيره، منظومه كبيره جدا اللي هي منظومه المنتخب، انت ازاي تختار، ازاي تعمل بلان لسنه، ازاي تعمل معسكر، ازاي تديره، ازاي تعمل كنترول على لعيبه، ازاي تعامل اللعيبه كلها نفسيا، ازاي طول الوقت حاطط لهم دوافع جديده. فبتهيألي مش عارف، يعني مش عايز ابقى ظالم، بس الافضل حاليا في الفتره اللي جايه، خصوصا من هنا لحد كاس عالم مسافه ضيقه جدا، الافضل ان يبقى مدرب اجنبي، ولازم ما يقلش فنيا عن باروندو. احنا خلاص وصلنا لمستوى ان منتخبنا زي ما قلنا منتخب عالمي بالظبط، منتخب هدفه انه ينافس على بطوله العالم، ينافس على ميداليه في اولمبياد. فلازم اللي هيجي يبقى على قد الحدث، يعني يبقى مدرب اجنبي، مش مدرب اجنبي وخلاص، لا، مدرب اجنبي عالمي، حد في نفس الليفل اللي كان فيه باروندو او ديفيد دافيز اللي كان موجود قبل باروندو. فكره المدربين الاجانب لمنتخب مصر، وكمان برضو يعني الفكره دي راحت الاهلي والزمالك دلوقتي الفتره الحاليه، شايف ان هي فكره برضو ناجحه يا كابتن حسن ان احنا نستعين بمدربين اجانب بالنسبه للنادي الزمالك وبرضو ايضا النادي الاهلي؟ والله اقول لحضرتك حاجه، احنا عموما انا عن نفسي في حياتي اشوف الاحسن مني واتعلم منه. النهارده السيستم اللي متسيد العالم في لعبه كره اليد هو السيستم الاسباني، فكون ان انت وفرت ده للمنتخب، فالنهارده منتخب مصر بيلعب بالطريقه الاسبانيه زي ما احنا شايفين، يعني احنا كلاعيبه هاندبول عارفين. النهارده بقت الطريقه دي كمان فين؟ في نادي الزمالك وموجوده في نادي الاهلي، الاثنين جايبين مدربين اسبان. فاذا انت عمال توسع في قاعده الهاندبول في النظام ده في اللعيبه اللي هتفيد المنتخب. تمام. فاهمني؟ عكس النهارده مثلا احنا لما جه دافيدز في الاول قعد يشتغل فتره طويله من الوقت عشان يحفظ اللعيبه السيستم اللي هو الاسباني. النهارده انت اللعيب اللي هينضم للمنتخب هو خلاص هو عنده نفس السيستم شغاله مع النادي. فاهمني؟ هتلاقي ده يعود على الدوري المصري في الاخر، هتلاقي برضو انا مدرب بعيد عن الزمالك والاهلي بشوف حاجه عجبتني ببتدي اقلدها مع الولاد عندي في فرقتي، فهنبص نلاقي ان الهاندبول بقت بتتلعب بشكل طورت. تاني، حصل فيها تطوير في الاداء، لان انا شفت في النظام الاسباني هو مش بيلعب احنا لعبتنا لعبه احتكاكات ولعبه ضرب ولعبه خبط وكلام من ده، لا، هو ابتدى يتكلم على ان هو بيقطع مسار الكوره، الكوره بتمشي كده، فهو بيقطع مسار الكوره عشان يوفر على اللعيب المجهود والضرب، لان كل ده بيستنفذ من الطاقه البدنيه بتاعتك، فخلاص بقى خلاك بيعتمد على ذكاء اللعيب شويه، ان هو بيقفل مسارات الكوره، بيحطك في اماكن تصويب انت كلاعب مش متعود عليها او مش مرتاح فيها، فنسبه التصويبه بتاعتك ما بقتش بالاتقان اللي انت بتصوب وانت في الوضع الطبيعي بتاعك اللي انت مش شغال عليه بقالك 10 15 سنه، فكل ده في الاخر هيعود عليك في النتيجه. حتى احنا النهارده نتفرج على منتخب مصر بيعرف يغطي ازاي وبيعرف يقفل ازاي وبيقفل مساحات ازاي وبنقطع كور كتير ازاي، كل ده بحيث ان انت عمال خلاص مجهودك ما بقاش في خناقه مع العيب قدامك، مجهودك في ان انت في الاخر اللعيب ليه مسار اتنين تلاته انت قفلهم له، يبتدي بقى يطلع باص غلط، يبتدي ده بيعود على اللعيب المنافس بايه؟ ان هو بقى في حاله نفسيه وذهنيه مش كويسه، فاخفاقاته تزيد، غلطاته تزيد، فاهمني؟ فده يعود عليك في الاخر ايه؟ ان انت بتبتدي تجري كتير، بتجري فاست بريك كتير، بتهدف انت كتير. انت بالنسبه لك الضغط دايما على المنافس بشكل يعني واضح وفي نوع من انواع التخطيط الفني داخل الملعب اكيد ده بيفرق جدا. طيب كابتن محمد برضو وجهه نظرك ايه بالنسبه بقى للنادي الاهلي برضو، هل ده بيفرق بشكل كبير يعني في توحيد المدرسه او من الاخر كده؟ يعني احنا بنشوف في كره اليد مثلا عندنا، احنا عندنا الانديه القمه مثلا اهلي وزمالك، عندنا اسباني مثلا في اسبان، عندنا على مستوى كره القدم مثلا عندنا برتغاليين، هل ده لمصلحه كل الالعاب؟ يعني لو بالاخص كمان بنتكلم بقى على اكبر ناديين في مصر اهلي والزمالك. طبعا يعني زي ما كابتن حسن قال، الطبيعي ان انت بتشوف ايه احسن حاجه وتتعلم منها. احنا عندنا في الهاندبول مثلا المدرسه السايده دلوقتي او دايما دايما بتبقى عصور، يعني تمام. كان في فتره من الفترات كان المدرسه اليوغوسلافيه هي السايده،
كان بقى في فتره من فترات المدرسه الاسكندنافيه اللي هم دنمارك سويد نرويج، في فتره من فترات المدرسه الالمانيه، في فتره المدرسه الفرنسيه، حاليا بقى لها 10 سنين او اكتر المدرسه الاسبانيه هي السيده العالم كله، وكله بيحاول يتعلم منها ويطور منها ويزود عليها حاجات وياخد اللي يناسبه. فحاليا هي المدرسه السائده هي المدرسه الاسبانيه. فمن مصلحه الانديه ومن مصلحه المنتخب ان احنا يبقى اهلي وزمالك، لان القوام الرئيسي للمنتخب هو اهلي وزمالك. طبيعي ان انا كنادي نص لعيبتي او كل نادي مننا فيه 5 6 لعيبه او 7 لعيبه بيلعبوا في المنتخب بطريقه اسبانيه، انا مش من المنطقي ان انا هم نص الفتره مثلا موجودين مع المنتخب بيتمرنوا بشكل معين وبسيستم معين اجيبه في النادي امره بسيستم مختلف تماما. ولا هيعرف يتقن السيستم بتاعي، ولا لما يرجع للمنتخب هيعرف يتقن السيستم بتاعه. فمن الذكاء، انا شايف من ذكاء الاهلي والزمالك حاليا ان هم فطنوا النقطه زي دي وشغالين عليها، ان انا اجيب مدرب بيشتغل بنفس المدرسه اللي موجوده في المنتخب بحيث ان يبقى ده بيكمل ده، انا لعيبتي المحليه بيشتغلوا بنفس المدرسه اللي لعيبتي الدوليه بيشتغلوا بيها، بحيث لما ده يجي لي ما انا كمدرب ما ابذلش مجهود ان انا اقعد اعلمه تاني الطريقه اللي انا شغال بيها، والعكس صحيح، لما يجي من النادي بتاعه يروح على المنتخب يبقى في الاخر هتبقى منظومه متكامله، ان المنتخب بيخدمني والنادي بيخدم المنتخب، واحنا كاسره كره يد كلنا دايما بنشتغل كاسره واحده، في الاخر بتخدم المنظومه الكبيره اللي هي المنتخب، وده ريفليكت ده اللي يهمنا بالظبط وانعكس على اداء المنتخب وعلى نتائجه يعني في الاخر. طيب دلوقتي معانا التليفون الكابتن ايمن صلاح المشرف العام لمنتخب مصر يعني لكره اليد. يا كابتن ايمن. الو كابتن ايمن. جنرال. الو. طيب كابتن ايمن هنحاول نكلمك مره ثانيه. طيب كابتن حسن يعني قول لي، احنا دلوقتي عندنا المفروض يعني ان شاء الله احنا عندنا الفتره اللي جايه بطوله العالم، وبعد كده هنحضر بقى لبطوله افريقيا 2024، وبعد كده نطلع يعني باذن الله منها على الاولمبياد. قول لي ايه الخطه اللي المفروض دلوقتي يعني نعملها بشكل مستقبلي، وبالاخص كمان عندنا لعيبه تخطط ال 30 عام يعني، ولعيبه كلها احسن من بعضها يعني، ونذكر اسماء يعني كلهم بالنسبه لنا لعيبه مؤثره جدا لقوام المنتخب المصري. طبعا تخطط 30 عام دي انا شايفها ان بالعكس اللعيبه دي هتأدي احسن مكانت، لان احنا عندنا في الهاندبول بعد ال 30 بتبتدي تبدع، قبل ال 30 بتبتدي تاخد خبرات، فالنهارده اللعيبه دي تشبعت خبرات، مع الفرق بقى ان هي تشبعت خبرات على اعلى مستوى هاندبول، النضج بقى اللي هو بيلعب بمزاج زي ما بيقولوا. فالنهارده انت هتشوف اداء اجمل واروع من كده بنص الطاقه البدنيه اللي كانت عند اللاعب دي من سنتين ثلاثه. ليه؟ لان خبراته زادت جدا، فخبراته قدرت في الملعب تدي له حلول بدون مجهود كبير. تمام. فاهمني؟ فالنهارده هنشوف، انا بقول لك هنشوف علي زين في حاله احسن من كده، خبراته بقت كبيره جدا، هنشوف هاشم، هنشوف يحيى خالد، هنشوف هنداوي مع الطيار مع محمد علي، لا هنشوف حاجات كويسه كتير. طبعا الاعداد دلوقتي الفتره الجايه هو اهم حاجه بطوله العالم. احنا مش هينفع نسبق الاحداث، لان البطوله اللي جايه بطوله العالم اعتقد ان بطوله العالم في يناير هنشوف فيها اداء احسن من كده بكتير. ليه بقى؟ الفترة اللي احنا فيها دي، الفترة دي بتعتبر الفترة مش الدروب، فترة الراحة بتاعت اللعيبة كلها، اللعيبة كلها مخلصين دوريات كبيرة، سواء اللعيبة المحليين أو اللعيبة الدوليين، لأن حضرتك أنت عندك 2 3 لعيبة كانوا في الفاينل فور بيلعبوا نهائي بطولة أوروبا، بعد كده لعبت بطولة البحر الأبيض، النهاردة أنت مفنش ببطولة أفريقيا هم راجعين لسه كمان برضه الوقت ده اللعيبة كلها مريحة عشان تبتدي فترة إعداد. فانت هتبقى في يناير اللعيبه دي في احسن حاله بدنيه ونفسيه وفنيه، فهتشوف اداء احسن من ان شاء الله. طب بارك بالك كابتن ايمن صلاح. مبروك يا جنرال. ابو علي مبروك يا كابتن ايمن، الف مبروك. الف مبروك يا كابتن ايمن. مبروك علينا كلنا. مبروك يا كوتش. كابتن ايمن طبعا الف مليون مبروك لينا جميعا يعني، وحاجه مشرفه جدا. حسن ومين الكابتن؟ محمد ابراهيم. محمد ابراهيم. ألف مبروك لينا كلنا. ألف مبروك يا كابتن أيمن. ازيك حبيبي، ربنا يخليك. قول يا كابتن، يعني النهارده يعني فرحتكم أكيد يعني مش سايعاكم. الحمد لله طبعًا يعني. طبعًا طبعًا يعني فرحة إنك أنت بطل أفريقيا، فرحة إنك أنت حافظت على اللقب، فرحة أسعدت الجمهور. إحنا راجعين بدينا الإعداد مره واحده كده، يا دوبك اللعيبه كانت خدت راح اسبوع 10 ايام اللي هم بتوع الاهلي والزمالك، كانوا لسه كانوا بيلعبوا بطوله افريقيا وسوبر في النيجر. التوقيت بتاع البطوله صعب جدا، لان احنا كده يعتبر ان احنا واخدين سنين ورا بعض، احنا واخدين طوكيو
اللعيبه ما خدتش راحه. التعامل يعني كويس لان الفرق كلها الاوروبيه كانت بتستعد. البطوله دي كان عدد يناير اتاجلت مارس اتاجلت ابريل وبعدين جت مصر في شهر 7. للامانه يعني كنا متفقين على اعداد الناس اعتذرت التوقفات بتاعت الدوريات كلها ما حدش قادر يجبر لعيبه انها تقدر تيجي. فاضطرينا ان احنا ناخد البحر الابيض كاعداد. البحر الابيض بطوله احنا عارفين ان البحر الابيض طول عمره بيبقى بطوله قويه وهايله وبالظبط كده. يعني وبيبقى الفرق الاوروبيه بتطلع بتحكم فيه ما بتقول بالاسبانيين ممكن يبقى فيها عنصر 2 3 ماكسيموم في الاسبانيين زي اسبانيا مثلا. لكن الوحيدين اللي طلعوا بالفريق الاول هم اللي كانوا رايحين افريقيا اللي هم مصر وتونس والجزائر. احنا مبروك يا كابتن. الحمد لله يعني حاجه محترمه جدا النهارده. كلنا يعني فخورين جدا ب يعني بمنتخبنا القومي. لكن بقى خليني اخش معاك على طول. ايه يعني في الصميم هو ده اللي انا محتاجه. مستقبل باروندو ايه الفتره اللي جايه؟ هيعمل ايه؟ ده ايه ده يا عم على طول كده يعني. على طول عايزين نطمن يا كابتن. قاعدين عندك دوشه خانوك على طول كده. هم كمان عايزين يطمنوا يا كابتن برضه يعني. الراجل ماشي معانا بشكل يعني هايل جدا ومستوى رائع بجد يعني. هو احنا بقالنا فتره معاه. كان الاتحاد السابق كان مانشستر الشام كان هو اللي متعاقد معاه. بعدين كمل معانا لغايه طوكيو. بعد طوكيو جه قال لنا ان هو عنده عقد مع نادي ميلسونج في المانيا وعايز يخوض التجربه نظرا لان التوقيت بتاع بطوله افريقيا كان قريب. فقدرنا نعمل حاجه فاتفقنا معاه ان احنا هنشتغل ان هو غير متفرغ. للاسف بطوله افريقيا اتاجلت ما بقتش مارس بقت ابريل. كل شويه كنا بنعمل اكستند للعقد لغايه لما مدينا له عقده لغايه في نهايه بطوله افريقيا. للامانه الموضوع بتاع التفرغ وعدم التفرغ لسه في كلام يعني. التوقيتات لسه مش واضحه يعني دلوقتي. لسه مش واضحه لان التوقيتات بتاعت التدريبات هو ما بقاش بيحضر فيها التوقفات الدوليه او الاسابيع الدوليه بس هو اللي هيجي فيها. بطوله العالم بطوله احنا كلنا لينا هدف فيها وبامانه المجموعه بتاعتنا كويسه يعني. ميداليه بالظبط. بقى وزي بقيه الناس اللي بتتكلم اقول لك رايحين نجيب ميداليه وراجعين ان شاء الله يعني. مجموعه موت باذن الله. مجموعه موت. المجموعه كويسه والمجموعه اللي جنبنا كويسه. فلازم نكون مستعدين كويس جدا 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 عشان نقدر نحقق نتيجه كويسه في البطوله. احنا هناخد يومين كده راحه وهنقعد نتناقش معاه. هو هيقعد في مصر 5 ايام وهنقرر ان شاء الله يعني ايه خارطه الطريق هيبقى ماشيه عامله ازاي. لان لو في امكانيه ان احنا نكمل هيبقى طبعا يستحسن ما فيش امكانيه. لازم يبقى يكون في بديل سريع وفورا. هو الراجل حابب يكمل لكن الطريقه لا ان شاء الله يكمل يا كابتن باذن الله يعني. حاول نشوف حل وسط في الموضوع شويه كده ونشوف عقده هناك ممكن نعمل معاه ايه ان شاء الله كده. وده يكون يعني متفرغه لينا بشكل كبير جدا مع باروندو. طبعا الاستاذ وكابتن ايمن صلاح يعني شكرا جدا على المداخله التليفونيه والف مليون مبروك ليك. طيب اخيرا بقى كده ايه قبل ما نختم نفسكم يعني الفتره الجايه تشوفوا ايه مع منتخب مصر وكل واحد برضه مع ناديه الزمالك والاهلي؟ كابتن حسن طبعا نفسي زي ما انا اتكلمت وبتكلم على طول المجموعه اللي موجوده نفسي اشوفهم حقهم على فكره. يعني دي امنيتي بس هو ده حقهم في اللي هم قدموه. نفسي اشوف المنتخب ده فايز بميداليه سواء الله. في كاس عالم او في الاولمبياد. المنتخب بإذن ده الله. حقه يصعد منصه التتويج. بالنسبه طبعا للدوري المصري سواء انا منتمي لنادي الزمالك اتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك الفتره الجايه. والله بزعل لما بلاقي الفرقتين بيلعبوا بعض. والله بزعل. مش عايز يعني مش عايز انا يعني منافسه حلوه قويه كل حاجه بس احنا كل الناس بتحب اللعيبه دي يعني بجد والله. في الهاندبول مباراه كل اللي بيحصل فيها ان هو جيم بيتلعب وخلاص. مبروك للكسبان وهارد لك للخسران. واحنا اخلاقيا سلوكيا فنيا علاقات مع بعض احنا اصحاب واخوات. اخوات لان عايز اقول لك حاجه العشرة بتوع الزمالك والعشرة بتوع الاهلي بيقعدوا مع بعض في المنتخب
فوق الخمس ست شهور في السنه. فالموضوع يعني مش هينفع فيه اي حاجه. وبعدين في الاول وفي الاخر انا عايز اقول حاجه، احنا اللي بنصدر للجمهور كل حاجه. احنا بنعمل حاجه كويسه، ده بتصدر للجمهور حاجه كويسه. احنا بقى تنشانه وضرب وخبط وتصريحات وكلام من ده بيوصل للجمهور، فالمشادات اللي بتحصل ما بينهم السبب فيها اللعيبه دي، وجهه نظري. فالعلاقه الطيبه اللي ما بيننا بتخلي الناس تتفرج على ماتش هاندبول، تتفرج على ماتش هاندبول زمالك واهلي، هو ماتش مش اكتر. صح. ومبروك، واتمنى التوفيق للفرقتين ان شاء الله، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمد، بص انا طماع شويه يعني، انا شايف ان احنا يعني، انا نفسي ليه لا، ليه ما نحلمش ان احنا ناخد كاس عالم؟ ليه لا؟ ليه يعني؟ الحلم مشروع، وشايف ان احنا مش بعاد يعني. احنا كاس العالم الاخير ده احنا في مباراه سيمي فاينال بنلعب الدنمارك، لا احنا افضل يعني. احنا طول المباراه ليدنج، اكسترا تايم، مش عارف ايه، خسرنا ضربات جزاء. الدنمارك دي بطل عالم، فطب ما الموضوع في الايد، في المتناول يعني، مش بعيد. طب ليه لا يعني؟ صح. ليه اقول ميداليه؟ طب ما اقول كاس عالم يعني. جه كاس عالم اهو مثلا، جت فضه خير وبركه، برونز احنا نعلي طموحنا، احنا قدها ان شاء الله يعني. فده طبعا اتمنى لاخواتي وزمايلي واخواتي الصغيرين، اتمنى لهم ان شاء الله ان هم فعلا الجيل ده يستحق التتويج، عشان التاريخ فعلا ما بيذكرش غير النتائج يعني. انت عملت رابع، انت عملت خامس، انت عملت سادس، لكن في الاول وفي الاخر التاريخ ده من يذكر الثلاثه الاوائل فقط. في النادي الاهلي طبعا انا اتمنى لفرقتي الحاليه والفرقه اللي قعدت فيها 30 سنه وحاليا انا مدرب في الفريق، اتمنى طبعا يعني ان ربنا يكلل التجربه الجديده دي ليا بالنجاح ان شاء الله، والتوفيق لينا كلنا ان شاء الله السنه دي يعني. نورنا النهارده طبعا الكابتن حسن يسري. طبعا يعني كابتن نورتنا جدا، والف مليون مبروك ليك لتاني مره. مبروك ليكوا، ومبروك لينا، ومبروك للشعب المصري كله. والكابتن والنجم محمد ابراهيم برضو، شكرا جدا لك يا كابتن، نورتنا جدا، ومبسوط اني كنت معاكم، والف مبروك لمصر، وابو اليسر كان منور. نجوم يعني منتخب مصر وكمان الاهلي والزمالك يعني السابقين، لكن النهارده الفرحه مش سريعانه بجد يعني. الف مليون مبروك لنجومنا، لنجوم منتخب مصر لكرة اليد، وحوش مصر، مبروك عليكم. بكرة معكم إن شاء الله حلقة جديدة من الماتش، انتظرونا على خير. سلام.